إليكم ديانات أشهر الفنانات والفنانين العرب، ولكن قبل ذلك صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفنان تيم حسن مسلم. الفنانة نانسي عجرم مسيحية. الفنان لطفي لبيب مسيحي. الفنانة إليسا مسيحية. الفنان محمد هنيدي مسلم. الفنانة هيفاء وهبي مسلمة. الفنان راغب علامة درزي. الفنان أحمد السقا مسلم. الفنان ماجد الكدواني مسيحي. الفنانة سابين مسيحية. الفنانة كارول سماحة مسيحية. الفنانة نوال الزغبي مسيحية. الفنان محمد فؤاد مسلم. الفنان عابد فهد مسيحي. الفنان عادل إمام مسلم. الفنانة نجوى كرم مسيحية. الفنان يوسف الخال مسيحي. الفنان مصطفى شعبان مسلم. الفنانة أصالة نصري مسلمة. الفنانة ساندي مسلمة. الفنانة يارا مسيحية. الفنان مروان خوري مسيحي. الفنان عمرو دياب مسلم. الفنان تامر حسني مسلم. الفنان جورج وسوف مسيحي. الفنانة نيكول سابا مسيحية. الفنانة روبي مسلمة. الفنانة رولا سعد مسيحية. الفنان سامو زيان مسلم. الفنان فارس كرم مسيحي. الفنانة شيرين عبد الوهاب مسلمة. الفنانة قمر مسلمة. الفنانة مريم فارس مسيحية. الفنانة سيرين عبد النور مسيحية. الفنان عاصي الحلاني مسلم. الفنان قوصي خولي مسيحي. الفنان وليد توفيق مسلم. الفنان ملحم بركات مسيحي. الفنان عبد المنعم عمايري مسلم.
الفنان رامي عياش درزي، الفنانة الإماراتية أحلام مسلمة، الفنان معين شريف مسلم، الفنان والإعلامي جورج قرداحي مسيحي، الفنان عمر الشريف يهودي وأسلم، الفنان وائل كفوري مسيحي، الفنانة حلا الترك مسلمة، الفنانة مايا دياب مسيحية، الفنانة ديانا حداد مسلمة، الفنانة مجد الرومي مسيحية، الفنانة جوليا بطرس مسيحية، الفنان فضل شاكر مسلم، الفنان هاني رمزي مسيحي، الفنان هاني سلامة مسلم، الفنان أحمد حلمي مسلم، الفنانة أمال ماهر مسلمة، الفنانة نيلي كريم مسلمة، الفنان باسم يخور مسيحي، الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلمة، الفنانة يسرى مسلمة، الفنان وائل جسار مسلم، الفنانة إلهام شاهين مسلمة، الفنانة ليلى علوي مسلمة، الفنان سعد المجرد مسلم، الفنانة منى زكي مسلمة، الشاب خالد مسلم، الفنانة مرفت أمين مسلمة.